الانسان اللي يتمنى للناس الخير، وحقك الانسان اذا ما يتمنى للناس الخير انسانيته ناقصه. ورحم الله ابا العلاء المعري يقول: فلا هطلت علي ولا بارضي شحائب، ليش تنتظم البلاد؟ فلو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. يقول حتى لو الله يريد يعطيني الجنه ما اريدها وحدي، اريد الناس وياي ايضا، بهالنعمه اللي انعم بها علي ينعم بها على الناس. والمطر اللي يوقع علي وحدي ما يريده، اذا ما يوقع على الناس كلها وينفعها. هاي الروح اللي ينبغي ان تكون عند الانسان، ان يحب للناس الخير كما يحب لنفسه الخير.